السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بقى هنصور مع بعض البط، وزي ما انتم شايفين نظفنا معكم وعرفتوا ازاي أنا بنظف. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، أنا حاطة الفرش في قلب الصندوق، وده يعتبر بتسهل عليا التنظيف على طول في ثانية. طالما أنا لقيت الفرشة تحته مبلولة مية فلازم على طول أشيل عشان البط ما يتعبش مني. بعد كده بقى هنغير لهم ونحط لهم النشارة الناشفة اهي، بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، لما البط بيلاقي مكانه نظيف وناشف بيبقى مبسوط. شايفين؟ نحط لهم في قلب المكان كله كده اهو، على طول مش متقلها قوي لان كل يوم يعتبر انا بغيرها له. بس هنا كده بسم الله ما شاء الله، شايفين النظافه بتعمل في الطيور ايه. يلا كده بقى كده يا جماعه نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو. يلا بينا بقى نشوف النهارده الدوره بتاعتنا بتاعت رمضان عملت ايه. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين البط كده يعني يعتبر كل يوم بيكبر قدام عينينا. شايفين البط بقى عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. احنا بقى النهارده جايبين لهم مكون كويس جدا هنحطه لهم. خلاص بقى قلنا امبارح كان اخر يوم في التحصين او دواء الاستقبال يعني بمعنى اصح، اللي هو المضاد الحيوي والفيتامينات. النهارده بقى هنجيب لهم حاجه كويسه جدا، وزي ما شفنا في الفيديو بتاع امبارح احنا طبعا قلنا هنوفر في العلف وحطينا لهم ايه. النهارده برده هتشوفوا معايا عشان الناس اللي ما شافتش الحلقه بتاعت امبارح هتشوف النهارده برده انا بوفر في العلف وبعمل ايه. كده كده يا جماعه البط اللي انتوا شايفينه دوت ما شاء الله بياكل اي حاجه وبتكبر معاكي وبيدي اوزان عاليه جدا، حتى لو انت اديتوله ايه برده هياكل. بصوا بقى احنا في الاول كده هنحط ايه، نحط لهم كده حاجه عاليه علشان يعرفوا ياكلوا، مش هنحط لهم العلف عليه. نحط لهم الحته الرخامه ديت عشان لما اجي احط لهم الاكل عليه ما يتلاش نشره زي دي كده. ونحط بقى كده الاكل بتاعهم. ده كده العلافه. بص بقى البطه دي يا جماعه على طول بياكل اي حاجه، وده طبعا برده بصوا انا لما اكون قاعده فاضيه كده بقطع لهم تقطيع عيش زي ما انتم شايفين كده اهو. ده برده انا هحط لهم عشان قلت لكم ده كده انا بوفر العلف معايا، وفي نفس الوقت كمان ما بقطعش عنهم العلف. بصوا بياكلوه ازاي ما شاء الله. اللي الناس بتقول انت بتقطعيه ازاي، بقطعه يا جماعه يا اما بمقص كده حتت رفيعه خالص يا اما بسناني، يعني لو انا قاعده فاضيه كده بالسله كده بقعد اقطع لهم حتت صغيره خالص. بصوا اهو شوفوا عامل ازاي، ده الحجم بتاع العيش. إيه لو انت مش هتعرفوا تقطعوه بالشكل ده كده حاولوا ان انتوا تنشفوه وتدشوه خالص او تنعموه خالص وحطوه. بصوا بقى من غير علف بياكلوه، شايفين عامل ازاي؟ انا يا جماعه كل يوم على النظام ده كده بحطه لهم، وبسم الله ما شاء الله بينسفوه. فعلشان برده البط يكبر برده معايا انا مش همنع عنهم من العلف، بحط لهم برده. بصوا اهو، بصوا بقى يعني شايفين ما شاء الله البط كان ازاي بياكلوا كله ازاي. بصوا بياكلوه بتاع حتى بقى بطه دلوقتي. نحط لهم برده كبشة علب كده يزفروا الاكل. يبقى انا كده وفرت العلف يا جماعه. زي ما قلت لكم اللي كانوا العلف ممكن يكفينا اسبوع بحاله، على الوضع اللي انا بعمله دوت اهو. حط عليهم برده شويه العلف، يبقى انا ما حرمتش البط منين علف وفي نفس الوقت حطيت له عيش. وخدوا بالكم العيش ده يا جماعه كويس جدا، ده بيسمن البط معاكم وبيخلي البط يشيل معاكي لحم حلو قوي. مش هنقول مثلا لا ده البط هيخس او كده، لا كده بسم الله ما شاء الله البط هيبقى حلو قوي معاكي. وزي ما قلنا هنصور مع بعض كل يوم، وكل يوم بقى هنحط برده ايه، هنضيف اضافات جديده. عندي بس البط ما يكمل اسبوع معايا، بصوا بقى انا هعمل خلطات ايه. مش هنحتاج الاعلاف حتى لو كان سعرها غالي، هي اصلا كده كده عامه ما شاء الله يعني بدا السعر ينزل على الدش وعلى العلف. كل يوم كده بينزلوا بني يعني بينزلوا واحده واحده كده، فعلى الله ان شاء الله كده نبدا بقى ان احنا نربي تاني، والناس اللي كانت قطعت التربيه تبدا ان هي ان شاء الله تربي من تاني
لان ما فيش اي بيت يا جماعه يقدر ان هو يستغنى عن التربيه، حتى لو انت هتجيب كميه بسيطه بس اهم حاجه برده هتربش. بصوا بسم الله ما شاء الله كله بياكل اهو. زي ما قلنا بقى احنا منعنا الفيتامينات والاملاح والمضاد الحيوي، كان اخر يوم امبارح لان انا عملت 4 ايام بس. شوف بقى النهارده احنا هنعمل ايه. جبنا برده الازستان اللي انتوا شايفينهم دهمت. بصوا ده املاح معدنيه وفيتامينات. انا جبت الازستان دهمت. الازستان ده يا جماعه ما شاء الله يكفوه في اخر الدوره ومن اول الاسبوع او من اول النهارده ما تستغنيش عن الاملاح المعدنيه والفيتامينات. ليه بقى؟ لان الاملاح المعدنيه والفيتامينات ده اللي هتحمي البطن معاك، مش هيخلي البطن لا ياكل في بعضه او يشد رش بعضه، او هتخلي مثلا بالذات في مرحله التسليل لما البط يجي يسلل بيحب البط ان هو يقعد يشد في ريش بعضه كده، ممكن البط يسقط ريش، ممكن ينحل البط ينحل بعضه معاكي يخليكي دفور دم. فالحاجتين الاثنين ده هما ده اللي بيحفظ البط معاكي. هنبدا من اول النهارده، اللي ما جابش دولت يبدا ان هو يجيب. ده طبعا فيتامينات ا د س ر ه، ودي املاح معدنيه وده الاسم بتاعه الناس اللي عايزه تجيبه اهو بيرفوس اهو تمام. هما سعرهم يعني كويس جدا، مش غاليين اول حاجه يعني، ده هما حلوين سعرهم يعني على قد الايه. هندي للبط من ده 12 ساعه ومن ده 12 ساعه، وممكن تحط الاثنين على بعض. بنحط مثلا 2 سنت على رطل ميه تمام. هنحط بقى للبط، هو ما شاء الله بدا ياكل كله اهو، هينسف الاكل ده كله معاكي. نبدا دلوقتي ان احنا نحط ايه من الفيتامينات الاول اللي هي ألف د س ر ه. نحط كده ايه 2 سنتي على رطل ميه اهو، يعني بالتقريب كده. انا شلت السقايه من قدامهم لان لقيتهم بيعكعكوا في السقايه جامد وبغرقوا نفسهم، فانا قلت احطه في الوعاء الغوطه ديت اهو، وهحطه في قلبها حاجه برضه علشان ما ينزلوش في قلبها. هنحط حاجه، هم المفروض عايزين حاجه زي الطوبه كده، بس انا هحط البرطمان ده اهو على ما اجيب لهم حته طوبه كده واحطها لهم. والطوب الاحمر حلو يا جماعه برضه، يعتبر املاح حلو قوي. نحط لهم بقى كده يشربهم، ده كده احسن من السقايه لان السقايه بيقعدوا يعكعكوا فيها وبيغرقوا نفسهم. فكده يا جماعه خلاص ما شاء الله. انا هسيبهم لغايه ما يخلصوا الاكل خالص ويخلصوا العيش. بصوا بقى لو انتوا لاحظتوا، ما بص لقاهم بياكلوا العيش بينصفوه مع كبشه العلف، وده يعتبر وجبه حلوه قوي تقدري ان انت توفري العلف معاك تمام. اللمبه برده هنحطها لهم عشان تدفي المكان. يبقى انا كده حطيت لهم المكان، حطيت لهم نشاره نضيفه وناشفه، وكمان حطيت لهم الاكل والميه زي ما انتم شايفين. هنغطي عليهم بس نص الصندوق كده، يبقى كده البط ما شاء الله مش محتاج اي حاجه. ده بقى يا جماعه كان الفيديو بتاعنا النهارده. ده كده قيت اللمبه مقصره لهم بس شويه اهي، حبيت بس اوريكم احنا بنعمل ايه. وان شاء الله في الايام الجايه برده مش هنقطع معاكم باذن الله، هنصور كل يوم يوم بيوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم.